السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيزة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أشارك معكم كتالوج توصلت به مجانا هذا الصباح إلى باب منزلي بدون دفع ولا شيء. هذا الكتالوج قمت بطلبه تقريبا أزيد من 7 أشهر ولكن حاليا توصلت به. نعم هذا شيء غريب، بعد 7 أشهر توصلت بهذا الكتالوج، رغم أن المجانية تصل في غضون 30 يوم إلى 40 يوم، ولكن هذا الكتالوج تأخر كثيرا، والسبب لأن كان هناك الحجر الصحي في الجو، لأن في المغرب كانت الطائرات لا تخرج وأيضا لا تدخل، يعني أي شخص لن يسافر من هذا البلد أو يخرج أو يدخل. لهذا السبب تأخر هذا الكتالوج، واليوم توصلت به وحببت أشاركه معكم. سوف يكون فيديو خفيف وقصير جدا لكي لا يكون فيديو طويل. سوف أفتح أمامكم هذا الكتالوج ونكتشف ما بداخله. فكما تشاهدون الشركة بونانت، قمت بمشاركة معكم هذا الفيديو من قبل، فأنا لم أعد أتذكر أي فيديو شاركت معكم طريقة الحصول على هذا الكتالوج، فقط أتذكر هذا اللوجو الخاص لأنني توصلت من قبل بأحد الكتالوجات من نفس الشركة، واليوم كتالوج الثاني. سوف أفتحه أمامكم يا إخوان. هنا تجد العنوان والرقم المنزل هنا، وهنا الدولة تجدها فرنسا، فرنس كما تشاهدون. سوف أفتح هذا الظرف. واو، إنه ثقيل، كتالوج ثقيل يا إخوان، ثقيل جدا. هنا تجد بعض الورقة، ربما معلومات على الشركة 2022، وهذا هو اسم صاحب الشركة والتوقيع الخاص به. هنا نجد هذا الكتالوج الصغير أو الخفيف بصور جميلة، وربما يتحدث عن السياحة. نعم، وهنا الكتالوج الرائع الجميل، فكما ترون كتالوج جميل جدا، توصلت به مجانا. يمكنك أنت أيضا الحصول على هذا الكتالوج بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بهم والملء بعض معلوماتك الشخصية، اسمك وكنيتك والإيميل وأيضا عنوان منزلك وأين تسكن، المدينة والدولة، وبإذن الله سوف تتوصل أنت أيضا بهذا المنتج. سوف أبحث عن الفيديو الرسمي الخاص بهذا الكتالوج وأقوم بتنزيله لكم في الوصف لمن أراد الحصول عليه. وإذا تم تنزيل لكم فيديو آخر لكتالوج آخر مبروك عليكم، لأنني لم أتذكر الفيديو الرسمي الخاص بهذا الكتالوج. كما قلت لكم تقريبا أزيد من 7 أشهر قمت بطلب هذا المنتج أو هذه المجانية. المهم إخواني الكرام، إلى هنا وانتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.